السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خوتي اخواتاتي، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ هانين، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مبروك عواشركم، مبروك عليكم شهر فضيل، كل عام وانتم بألف خير، ان شاء الله تصوموا بالصحة والسلامة وبالعافية. وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا رب عواشركم مباركة، ان شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا، ان شاء الله ربي يتقبل منه منكم صالح الأعمال يا رب العالمين. واللي خاطر بشي حاجة يا ربي تحققها لي، يا ربي تسخر لي، والله يسر أموركم جميعا. خوتي اخواتاتي، حبيت أشارك معكم هاد الجولة، مشينا نتقدوا للرمضان إن شاء الله، وقلت علاش ما نشاركش مع البنات هاد المحل ديال البهارات والمكسرات، وهاد الحلقوم ديال تركيا، هاد اللقوم حاجه زوينه، وقلت علاش ما نفوتهاش ونصورها مع البنات، نشاركها معاهم هاد الانواع ديال الزبيب وديال التمور وديال جميع المكسرات وجميع الفواكه المجففه التركيه. ونتمنى ان شاء الله يجيكم خفيف ظريف، ما تملوش منه. وشاركت معكم مشترياتي، شريت شويه ديال الماعن، حبيت نشاركها معكم. نتمنى الفيديو يعجبكم وينال رضاكم ويجيكم خفيف ظريف، وخليكم معايا حبيباتي تل اخر الفيديو ان شاء الله. واللي دخلوا عندي جداد، مرحبا والف مرحبا خوتي خواتاتي، مرحبا بكم دائما، بارك الله فيكم والله يسعدكم كيف تسعدوني. لاول مره يشوف قناتي يدير اشتراك وفعل جرس فضلا وليس امرا. أتمنى أخوتي أخواتي ما تنسونيش من لايك، تنسونيش من تعليقاتكم الزوينة ومن دعائكم. وبلا ما نطول عليكم، خليكم مع الفيديو حبيباتي، أتمنى لكم الراحة والصحة وطول العمر. خواتاتي كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير،
بصحة جيدة دائما يا رب. مبروك عواشركم وكل عام وانتم بألف خير. إن شاء الله هذا الشهر الفضيل عليكم بالصحة والسلامة، تصوموا بالصحة وبالعافية، نعاد عليكم بالصحة والسلامة باش ما تتمنوا كل شيء زوين تتمنوه. إن شاء الله ربي يسعدكم ويفرحكم. خوتي وخواتاتي، بعد هذيك الدويرة الخفيفة شريت هذه المشتريات، حبيت نشاركها معاكم، نتمنى تعجبكم. اليوم راه اليوم يعني اللي قبل رمضان بيوم، بمناسبة الشهر الفضيل، يعني ما فيش عربي ما يشريش حاجة جديدة. المهم هاد العادة بقات فينا، نشري حاجة جديدة في أي مناسبة دينية، يا رمضان يا أي عيد. وصافي، وحبيت نشاركها معاكم حبيباتي، مشتريات للشهر الفضيل، نتمنى تعجبكم. نتمنى الفيديو ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير، ونتمنى يعجبكم ويجيكم خفيف ظريف. هذه مشترياتي حبيباتي، حبيت نشاركها معاكم. بسم الله، خديت هاد الطبيسلات زوينين، هادو هميزات ثعبين، بسم الله اثنين، لما تلقاو هكا هميزات تجي مره مره مش ديما. شريت هادو حتى هما منهم اثنين، يعني جوج حتى هما، يا هادو اللي تقديم الكيك او حلويات او اي شيء، حتى هما زوينين، حتى هما خديتهم من بيم. واهم شيء واحسن شيء في هاد المشتريات كلهم هما هادي وهادي، هذا الطاقم ديال المقالي. هادو بصراحة حبيباتي خديتهم من أول راتب من اليوتيوب، أول راتب ديال اليوتيوب خديتهم هادو، قلت خلي باش يعني يبقاو ذكرى، يعني اليوتيوب مرات يمشي اليوتيوب مرات نوقف من اليوتيوب، المهم كل شيء ممكن. قلت ناخذ هاد الطاوات، هاد المقلات يبقاو ذكرى من اليوتيوب ومن تعب اليوتيوب. اول قبض كما تتعرفوا الاول راه تتكون غير هذيك الفلوس اللي تلموا ديال الشرط الرابع، يعني اما راه ما فيه لا مازال صغيره ولا فيه لا ربح لا شيء حتى الان. هذه مقله كبيره، هي ديال السمك، هما ديال هذا همصي، هذا المشهور عندهم، مخصصين لي هذا الطاوة، مخصصينها لي. نوعية زوينة من نوعية ثقيلة ديال المقلة. هذه المقطة ديالها، او يعني بالنسبة لي انا مغربية، هذه اللي عديد من الاستعمالات، يعني البطبوط، المسمن، الحرشة، مرات حتى زوينة ما تلصقش، يعني مرات حتى البغرير، يعني لعدة استعمالات. راها ثقيلة حلوة كبيرة ما شاء الله، كبيرة وماركة زوينة، كان فيها خصم هي غير صدفة يعني. هذه المغطى ديالها، هما تيديروا هذاك همصي باش تيقلبوه، تيديروا هكا وبعدين تيدير بحال هكا يعني. اما انا غنستعملها في حاجاتي هادي المغطى ديالها، وهادو ثلاثه، هذه اصغر وحده، هذه اصغر حجم، يعني حجم الصغير. هذا القطر نتاع 20، ثقيله زوينين عجبوني، وديما تنبغي ناخذ قلت خليه بعدين لما جا وقت
نحول يعني اللي للدار وكل شيء، قلت خلنا ناخذهم. وهذا الحجم المتوسط، هذا الحجم المتوسط زوينات. سألتها قلت لها مثلا علاش يتخبشوا ولا حاجة، قالت واحد المعلومة زوينة، قالت من الملح، الملح مت يعني مثلا كونو تنقليو شي حاجة نديرو نضيفو الملح، هذاك الملح مع التحريك قالت هو اللي تيخبش بحال ما كيا المقلات وهاد النوعية ديال، قالت الملح هو اللي تيخبشهم، قالت من احسن الملح ما تضيفوش يعني في الاول، خليه بعدين مثلا تديروا الماء او لا هكا، قالت يعني هذه معلومه. هذا الحجم الكبير وهذا الحجم الكبير، حتى هي زوينه. هذه 28 حجم، 28 قطر ديالها 28 زوينات. هذه زوينه، هذه تقيله كلهم تقالاتو. هذه القطر ديالها، هذه 24، هذه 24، هذه 28، هذه صغيره 20 الماك. وهذا هذه اكثر حاجه، هذه عجبتني بزاف، هذه ديري لي حتى ملي تصب الزيت حال ما كان هما تيصبوا حال ما كان الزيت لما يكونوا تيقلو فيه، راه يجي فيه حتى السردينه، مش غير هذاك تاعهم هما حتى السردينه. خديت هادو، هادو الزيت، وحده الزيت زيتون، وحده حتى هما راه ما عجبوني زوينات. هي اثنين، واحدة زيت زيتون وواحدة زيت المائدة، هاكا زوينات حطيتهم. هذا خديتو الحليب ولا العصير، تهوايا رمضان زوين. وصافي حبيباتي، هذا حتى هو تاكم ديال الصحون، خدينا 6 6 6 من الحاجة، 6 هذا سليفات الشوربة مثلا، وهذه للحلوة يعني للحلو، وهذا تاع المهم تاعكم. وصافي هما هذا يحطوا فيه الشوربه، وهذا اللي تاكلي، وهذا اللي يماك يعني، لان كل واحد تياكل بروحه. وهذا الشكل الكبير، هذا الشكل الصغير تاكم، وهذا الشكل متوسط. في اول ما جيت راه ما كنتش باغا نشري المواعين على هكا، قلت خليت نحول للدار ان شاء الله ونشري. عندي طاقم لكن ما جبته معايا، لكن تكسر ما بقاش كامل. وهذا الطبق الكبير حطو فيه. وصافي حبيباتي، غير حبيت نشاركه معاكم، نتمنى هاد المشاركه تعجبكم وتجيكم خفيف ظريف، ما تملوش من هذا الفيديو ان شاء الله. وهذا اكثر حاجه عجبوني، هاد الصحون، هاد زوينين عجبوني بزاف، زوينين للتقديم بزاف، عجبوني زوينين اي شيء حلويات. وصافي حبيباتي، نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يجيكم خفيف ظريف على وقتكم، متملش منه وما يجيكمش طويل. حبيباتي تتبقى المشاركة لأنكم عزاز وغاليين، ثاني يسعدني نشارك معكم أي حاجة عزيزة عليا حتى أنا. نتمنى إن شاء الله تكونوا دائما بصحة وعافية، ودائما
بالفرح والسعادة وطولة العمر إن شاء الله يا ربي، واللي مريض الله يشافيه يا رب العالمين، شفاء لا يغادر سقما. نتمنى لكم الصحة والعافية أخوتي وأخواتاتي، ونتمنى لكم رمضان كريم، وكل عام أنتم بألف خير وعواشركم مبروكة، تخلي لكم الصحة والسلامة، وباش ما تتمنوا يا رب ليكم ولعائلاتكم ولوليداتكم ولكل ما هو غالي عليكم يا رب العالمين. خوتي اخواتاتي، احبكم في الله وراكم عزاز وغاليين، وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.